السلام عليكم خوتي خواتاتي. الله ياخذ الحق في الظالم، والله القسم الا الله ياخذ الحق في الظالم. هادشي راه باقي سخونه البنات، غادي نعاود ليه التصفيه الثانيه. واحد السيده كتصيفط ليا فيديو ديال بنتها، وهاد السيده كتسكن ماشي بعيده مني، يعني كنعرفها من زمان. صيفطات ليا فيديو ديال بنتها تيقو بيا من عيد الكبير لدابا، البنت في واحد الحاله ما نقولش لكم من عيد الكبير لدابا. اذا غادي نحاول نغير شويه الجو، وهو كنتسنى فيها غيجيبوها ليا حتى الباب. يمكن غنشدها تبات عندي، يمكن على ود البنت كنعرفها وكنعرف الام ديالها. هنايا غادي نخلي هذا على جنب، وغادي نشارك معكم العشاء اللي انا غادي نوجدو، يعني العشاء اللي غادي نوجدو خفيف ظريف. غادي نشارك معكم واحد الاكله حنا الناس ديال فاس كنعملوها حتى في الصيف، هي ديال الشتوى وكتعمل حتى في الصيف. بقاو معايا. ولا البنات، هنايا عندي اللوبيا البيضاء، هذه الاكله اللي قلت لكم، هذه سيدي وليد هو اللي غيجي غيديها. هنا عندي اللوبيا البيضاء، ما كانتش عندي مرطبة، ولكن غادي نقول لكم واحد الحاجه راه كترطب دغيا، وهو شديت الكوكوط عملت فيها جوج كيسان ديال اللوبيا البيضاء، وخويت عليها الماء الطيب والكوكوط سديتها وعملت صفاره، ولكن ماشي العافيه ما شاعلاش. كتسدي الكوكوط كتزيريها وكتعملي الصفاره، وبيان سور كترطب من بعد ساعات المكانه. بغاها بالقديد، انا قلت لكم ولادي صوبت ليهم القديد، انا غنصوب ليه اللوبيا ديالته بالقديد. بقاو معايا. هانتوما البنات، عملت غير شويه البزار، وعملت شويه الكامون، راس معلقه الخرقوم، عملت معلقه ديال مركز الطماطم، والملحه ما كنعملهاش على ود القديد فيه الملحه. وغادي نعمل واحد الورقه فين عملتك ديال سيدنا موسى. فوالا البنات، ورقه ديال سيدنا موسى. ولا كانت عندكم البنات البطاطا، انا ما بقاتش عندي، الا كانت عندكم البطاطا صغيره وسينه غير كتقشريها، وحتى كطيب اللوبيا نص طيبه وكتحلي، وكتزيدي واحد 3 ولا 4 ديال البطاطا الصحاح، حتى هما كيجيو زوينين. اذا انا غنطيب له غير اللوبيا. بقاو معايا البنات. هنا عندي 3 ديال الدروس ديال الثومه، وعندي طريف ديال السكنجبير، غادي نطحنو وغنزيدو في اللوبيا. هانتوما البنات، مشيت نتقدى قبيله، لقيت هاد لي ليغوم ميديتيراني عاملين عليهم 50%. لا دات غدا ان شاء الله غادي تموت، خديتهم للعشاء. وكذلك هاد الفيلي ديال الحوت عاملين عليه تخفيض ديال 50%، غدا ان شاء الله يسالي غادي يكون هو العشاء ديالي. هانتوما البنات، قبل ما تصفى الكوكوط هنايا عملت، يعني في هاد المقله صوطيت هذاك الحوت، انا غنوريه لكم غير بزويتات العود وشويه الزعتر عملته. وهنا عندي الخضار، لا سكتي، الصفاره غتبدا تصفر على اللوبيا. هنا عندي هذوك الخضار، اشنو عملت البنات؟ عملت غير الثومه والسكنجبير والزعتر وزيت العود فقط، ورشيشه ديال الملحه، غادي نصوطيهم هنا لداخل. ولا البنات، انا وزدت العشاء، انا ستفتو هنا فوق الطبله، بيان سور ما غنتعشاوش هنايا. ها نتوما هاد الحوت عملت ليه غير في المقله، دهنتو عملتو في المقله الهوائيه البنات، دهنتو بشويه ديال زيت العود وعملتو في المقله الهوائيه. هنايا البطاطا مع فليفله عملتها في المقله الهوائيه، بيان سور حطيت الكيسان ديال الماء. هنايا عطو البنات، اوكي، هنايا هذيك الخضره الميديتيراني ها هي. هنا عملتين سلطه، سلطه عندي مهمه، وهنا بزز باش خدينا السي وليد، بزز باش خدينا ليه شويه ديال اللوبيا، راه جات الكوكوط ديال اللوبيا. هنا البنات كانوا عندي حنا جوج، عملنا جوج الكيسان. هنا البطبوط اللي عملت البارح بقاو عندي واحد جويجات، وبيان سور جاب ليا وليد، جاب ليا الخوخ، جابوا ليا قال ليا شراه ولقاه حلو. فوالا هذا هو العشاء ديالنا البنات. اذا ما هي الرساله اللي غادي نوصل لكم؟ الرساله اللي غادي نوصل لكم، الله يطول لي عمركم، وهو وليت كنعكز على اللايف معاكم،
علاش؟ غادي نقول لكم الحق. كنحل اللايف وكنبقى عملوا لي البصمه، عملوا لي البصمه، الله يخليكم عملوا لي البصمه. كرهت من هذيك الكلمه ديال تعملوا لي البصمه. ومع ذلك انا كنشوف اللايفات دابا انا داخله في اللايف ديال واحد الصديق، يعني هو كيقول لنا ما تنساوش البصمه. كندخل كنلقى عنده 270 واحد حاضره، وكنلقى عنده تقريبا 7800 بصمه. اذا الناس ديالو المتتبعين ديالو تيبغيو يكون في اللايف وكيبغيو يكون حاضر، كيعمل ليهم كيعملوا ليه البصمه، وكيهزوا التليفونات ديال خوها ديال اختها اللي لقات كتعمل به البصمه. انا مع الاسف ما بقيتش كنزعم على اللايف، ماشي هنا في اليوتيوب، في التيك توك خدامه الحمد لله، القناه التجاريه خدامه، ولكن ملي كنجي نحل اللايف وكتبقاي تقولي لا كنو باع عملي البصمه عملي البصمه، وليت كنعكز على البنات، ما بقاش عندي داك الكوراج ديال اللايف. ثاني حاجه انا ما فهمتش اللي كتحط ليا اوديو كتقول ليا انا ما قارياش، انا ما قارياش. على نهار الاول قراونا في ليكول كيفاش ندوروا النمره ديال التليفون، لا ما قراوهاش لينا في ليكول، تعلمناها يعني جا التليفون تاقلمنا معاه. اذا تسولي كيفاش كنعملوا البصمه، تسولي كلشي كلشي تعلمناه، كلشي تعلمناه. الله يطول لي عمركم، هذا هو اللي جعلني ما بقاش عندي داك الحماس كيف كان قبل ديال اللايفات. كنت كنجي لللايف كانوا عندي متتبعين، وي كانوا عندي متتبعين، كندخل والله قسم ما كنسول في البصمه كنلقاها. دابا جاب لي الله كيبقاو يشوفوا فيا، يعني جاب لي الله وخلاص. قبيله كنا في الغابه وكيف دويت مع بنتي، قلت ليها كيصونيو عليا في وسط اللايف، وهي ما باغاش تعمل مداخله في الموضوع اللي حنا كندويو فيه، هي غير هكذا كنشق ليها وصونات عليك في وسط اللايف. يعني قالت لي بنتي ماما داكشي علاش الانسان ملي كيكون اجتماع، اجتماع ما معناتش كنهضروا في اجتماع وهو حنا عاملين اجتماع على واحد الموضوع. قالت لي ما يمكنش شي حد يدخل، علاش كاين اجتماع والناس اللي معنيين باجتماع كاينين. قالت لي انت هي كتهز وحده التليفون كتطفل عليك في وسط اللايف ديالك وتقول لك انا معاك وتقطع عليك. يعني قبيله دويت حتى مع ولدي والله القسم في الغابه، يعني كيف قلت لكم دويت حتى مع ولدي قبيله في الغابه، قلت له هاكي وقع لي وهاكي وقع لي وهاكي وقع لي. يعني السي وليد قال لي ماما انت عندك هذاك صديقك في التيك توك كيقول لك اللي تطفل عليك اعطيني نمرتو. تنقول لها ولدي راه كيكونوا عيالات مجوجين وكنخاف نخلق لهم المشاكل. قال لي ما دامت ما ضرباتش الحسبه لدارها ولولادها ولراجلها وهزات نمرتك وكتصوني عليك في وسط الليل تستحق العقاب. اذا انا كنعلمكم دوغينافو تصوني عليا وانتي ما باغيش تعملي مداخله في الموضوع اللي انا كندوي عليه. راه نهز واخا تمحي الاوديو، الاوديو نجبدو ونصيفطو لك. جوج ديال الناس، جوج ديال النساء صيفط لكم الاوديوات ديالكم وانتم محيتوهم. يعني النمره كتبقى عندي باش تعرفوا بان عندنا واحد الخلال، عندنا واحد المشكل في عقلنا. النمره اللي مهمه كتبقى عند الانسان والاوديو كتمحي. اذا انا مني جاتني ديك النمره، لهذا كنقول لكم راه ما بقيتش كنزعم على اللايفات على ود كاين واحد الغياب كبير ديال الناس، يا يعني اما كيبقاو يشوفوا فيك كتبقاي تقولي لهم عملوا لايك. وما ننساش نشكر الناس اللي ملي كنحل اللايف هما كيقولوا لكم الله يخليكم عملوا لايك، الله يخليكم عملوا البصمه، والناس كتطلبوا وبنادم كيشوف فيك هكا. لهذا وليت كنخدم على التيك توك بزاف، وليت كنخدم على القناه التجاريه، واللايف ان شاء الله كيف كنقولوا الله يعمل شي تاويل ديال الخير على ود. عندي بزاف ديال الحوايج ما ندير للناس اللي كيطفلوا عليا في وسط اللايف ديالي، عندي بزاف د الحوايج ما ندير، ولكن كنتقى الله على ود الاغلبيه فيهم ما خداماتش، راجلها اللي خدام عليها. يعني الا مشيت حتى وصلت ليها وصلت السخره لهذاك الراجل، وهذاك الراجل غيلقى النمره ديالته منشوره في التيك توك وغادي يلقى موضوع تاني في التيك توك، اذا غادي يتواصل معايا غيقول لي شكون اللي تواصل معاك يا لاله، ها الصوت ديال السيده اللي تواصلت معايا سيدي.
انتي اللي غادا تاكلي العصا على ود واحد المرا اللي هي خدامه وعندها مسؤوليه وعندها وليداتها وعندها كتسنط وعاد باش كتفهم شنو هو الموضوع اللي كندوي فيه وكتقول ممكن نعمل مداخله علاش عندي ما نقول في هذا الموضوع. ماشي وحده جالسه وكتدخل وكتقول لك ها انا كنشوف فيك انا في اللايف انا كنشوف فيك. يعني هنايا كنقول لك اختي العزيزه كاين فرق ما بين نساء ونساء. ليلتكم سعيده، ما تبخلوش علينا باللايك ولو بارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله. احبكم في الله.